راحة وسلام وأمان للجميع وازدهار. الله رادرح منشوفك بعدة وقفات كعكة الاستقلال، برنامج برياني بالدجاج، نعم، ولفائف لحم بعجين. يلا نحن فإذا ناطرين اللي بدك تقدمه اليوم، طبعا نرجع لك بعد شوي. هل نحن جاهزين ننتقل على صيدا ولا بعد ولا مش جاهزين؟ خلينا نروح على مش هلا، بعد الأبراج. أوكي، تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والأبراج. صبحكم الخير. اليوم الأحد 18 نوفمبر تشرين الثاني، اليوم القمر مرافقنا من برج الحوت المائي، والأجواء حلوة للأبراج المائية بسبب هالمثلث الفلكي المائي بين القمر والشمس. لكن عند الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت بينتقل القمر لبرج الحمل وتنقلب هنالك بعض الأمور، الأجواء بعد الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت. وبالتالي يلي عايشين في القارة الأمريكية رح يستفيدوا كتير اليوم من تأثير القمر في الموقع الآخر يلي هو برج الحمل. خلونا نبلش على كل هالنهار والأبراج ونشوف كيف رح بتكون بداية مع برج الحمل. مولود برج الحمل الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت القمر بيوصل لبرشك. من هلا الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت اليوم الأحد، الأجواء عندك بطيئة وغير نافعة، ثم تنقلب الأمور رأسا على عقب، يعني 180 درجة لصالحك. وصحيح يمكن نحن عنا بيكون آخر نهار، لكن يتحمس مولود برج الحمل يبلش أمور جديدة، فجأة منحسه متحمس. وبالتالي إذا أنتوا عايشين في القارة الأمريكية رح بيكون نهار الأحد عندكم نشيط جدا جدا. تبقى المواليد الأكثر حظا هي مواليد شهر أدار مارس مساء، تحديدا 22-23 أدار مارس. كمل مع برج الثور. مولود برج الثور من هلا للستة المساء بتوقيت بيروت، الأجواء عندك جيدة نشيطة وماشي بطريقة مهمة وبتخدم مصلحتك بشكل ملموس جدا. لكن ابتداء من الساعة 6 المساء بتوقيت بيروت تدخل في متاهات وبتدخل في مرحلة من ما رح أقول الخيبات، لكن مرحلة بتزهق بتضجر وبتحطك في دوامة من الهواجس أو من التأخير، فكون حذر لا سيما إذا كنت من مواليد 16-17 أيار مايو، وأيضا إذا كنت من مواليد شهر نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء نهار طويل بانتظارك، سواء عم تشتغل أو ما عم تشتغل الأجواء عندك اليوم متطلبة، الجو عندك بيحمل لك نوع من ضرورة لحتى تواكب شغلك شخصيا، انت يو فولو اب شخصيا. لكن عند الساعه 6 المساء بتوقيت بيروت بيدخل مولود برج الجوزاء بمرحله ارتياح وبمرحله تقدم نحو الافضل. بتبقى الاكثر حظا 22-23 ايار مايو، 16-17 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبه لبرج السرطان من هلا للساعه 6 المساء بتوقيت بيروت الأجواء أجمل من رائعة، أكثر من رائعة، الجو مكمل معك سهل جيد، ما تعاكس الأمور، ما تنرفز كتير، ما تعمل جرب تعمل من الحبة إبي، لأنه الأمور منا هالقد مشربكة مثل ما أنت مفكر، بالعكس كله بينحل، حتى الأمور المستعصية إلى حل. هالجو بيبقى، الحظ بيبقى للساعة 6 بعد الظهر بتوقيت بيروت، بعدين الحظ بضله موجود لكن بدك شوي تسعى له. الأوفر حظا 17-18 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد نهار لتدبير الأمور، بدك أنت تدور الزوايا، أنت بدك تجرب تبعد عن الخلاف، أنت بدك تجرب تمشي الحال، أنت بدك تجرب الطرية. وبالتالي ما غريب اليوم يكون مولود برج الأسد عم يشتغل دور في حوار ما، في وساطة معينة. الحلو انه عند الساعة 6 المساء بتوقيت بيروت الاجواء بتصير ممتازة حلوة كتير، تقدم وتغيير في النبرة واللهجة صوبك نحو الافضل والاكثر حظا، خاصة عند 23-25 تموز يوليو انت الاكثر حظا. كمل مع برج العذراء.
مولود برج العذراء هالغيمه اللي رافقتك امبارح واول امبارح واليوم مكمله للساعه 6 المساء بتوقيت بيروت، بعدين بتزيح هيدي الغيمه وبحس حاله بشوف حاله مولود برج العذراء انه صار قادر انه يتفاهم مع حاله، قادر انه هالامور اللي مرقت عنده وشربكت له شوي حياته بهالثلاث ايام مع احبائه مع اولاده عصب عليهم، ضاقت اخلاقه، يمكن يعتذر، وذلك لانه من 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 نفسيته من طيبه قلبه بيرجع بجرب مولود برج العذراء يصلحها. خاصه مولود 23 ل 25 اب اغسطس لانه انت الاكثر انفعالا بين جميع مواليد برج العذراء فكون حذر. ننتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان مولود برج الميزان الجو اليوم ثقيل من ناحية جدول أعمال، يمكن عندك مسؤولية الأولاد، عندك مسؤولية بالشغل، عندك حاسس بشوية تعب أنت تعبان، لكن هيدا الجو بيقول لك انه شهل فيه لانه ابتداء من الساعه 6 المساء بتوقيت بيروت احتمال انه يصير في بعض الخربطات الاضافيه، ما تاجل اعمالك الصعبه للمساء او لليومين المقبلين، خاصه مولود 21 22 اكتوبر او اذا كنت من مواليد شهر ايلول سبتمبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب نهارك ممتاز، تسير الامور باجمل ما يكون، اطلب وتمنى لانه كل شيء عند مولود برج العقرب كله واصل لك على طبق من فضه، اجواء ممتازه، اجواء ممتازه، وكله ماشي بطريقه كثير حلوه وكانك بعدك باجازه حتى لو انت عم تشتغل مبسوط وما عندك اي هم، لكن الجو يختلف ابتداء من الساعه 6 المساء بتوقيت بيروت، ترجع بتصحى وبترجع بتقول اوكي خلصت فترة الاستراحة، حان الوقت للشغل لأنه يبدو في شيء ما بيظهر وبيطلب منك حضور وجهوزية. يلي اليوم بعتبر عنده حظوظ حلوة هو مولود العشرية الثالثة من برج العقرب. كمل مع برج القوس. تعب مولود برج القوس الجمعة والسبت كانوا صعبين، وبعتيه عندك هيدا النهار للساعة 6 المساء بتوقيت بيروت، الضغوط موجودة، الضغوط موجودة عندك بتخليك تشعر بتعب بقلق وكأنه بعد هالغيمة موجودة، خاصة بتخصك أنت مسألة شخصية أو عائلية، سواء من الأولاد سواء بالمنزل بحد ذاته، الأهل، في شوية كركبة، عند الساعة 6 المساء بتوقيت بيروت هنالك انفراجات بتساعدك بتخلي مولود برج القوس يكون مرتاح أكثر على حاله على وضعه وبحس حاله أنه قادر فعلا انه ساعتها وعندئذ انه يتنفس الصعداء ويطمن باله. 22 ل 24 نوفمبر الاكثر حظا. كمل مع برج الشادي. مولود برج الشادي ايقاعك سريع، وتيرة عملك ونهارك سريعة جدا، يمكن الناس ما يلحقوك، عم بحكي تحديدا الاولاد، الاهل، الزملاء بالشغل، فبدك تطول بالك على الجميع، مش كل الناس عندها هالسرعه اليوم المطلقه اللي انت تتمتع فيها، ولازم تعرف انه اليوم نهار ممتاز للكتابه، للمواجهه، للنقاش، للجدال، ومش بالضروره ابدا تكون الطريقه هجوميه او عدائيه. ابتداء من الساعه 6 المساء بتوقيت بيروت مولود برج الجدي يدخل في بعض المتاهات، فكون حذر وما تفش خلقك باقرب الناس لك سواء كنت بالشغل او بالبيت. الاقل حظا الاكثر تعبا 28 29 ديسمبر 19 كانون الثاني يناير، لانه زحل وبلوتو بعده موجود عندكم، صار له كل هالاسبوع وباقي عندكم. بكمل مع برج الدلو. بالنسبه لبرج الدلو الاجواء عندك حلوه، تتقدم النشاطات عندك بتكتر، ومع تقدم ساعات النهار لنوصل لست المساء بتوقيت بيروت اليوم الأحد الأجواء بتصير أنشط بعد عند مولود برج الدلو، وبصير عندك طاقات أكثر، خبرة أكثر، وقدرة لحتى أنت تنجز للإنجاز، وبالتالي كمل بهيدا النهار لانه هيدا النهار كله رح يعطيك حقك وحبه مسك. بتبقى الاكثر حظا بعد 14 و15 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت بعده الجو اجمل من ممتاز، بعدك انت تتمتع بهاليومين الحلوين يلي مرقوا، والقمر بعده ببرجك اليوم ايضا
اليوم الثالث على التوالي، وبالتالي ما فيك تقول ابدا انه انت منك اليوم تتمتع بدفق كثير كبير من الحظوظ. ليش حظوظ؟ لانه الشمس دعمتك مش بس القمر، وبالتالي تقريبا كل شيء بيطلع على بالك انك تشتغل فيه بيقلع بينطلق. احيانا ياما منريد نبلش بشيء ما بتزبط، يا حدا بنكون عم نجرب نحكي مع حدا ما بيرد، الثاني ما بيرد، نقعد بننطر وبتروح القصه يوم ويومين ويمكن بينطفي هالمشروع. اليوم الانطلاقه كثير حلوه وممتازه، لكن اذا كنت من مواليد 19 20 21 شباط فبراير كون حذر، تجنب المشاكل كليا. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة بعتبرها سنة ممتازة، سنة كتير حلوة، واعدة برومانسيات، واعدة بنشاطات، واعدة باحتفالات أيضا. هيدي السنة بتتقدم فيها وبتحسن فيها أوضاعك المختلفة. نوفمبر، أذار، مارس وتموز، يوليو هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. كارمن ثانك يو، بنلاقيكي بكره ببدايه عالم الصباح. كمان رح ناخذ نحن وياكم بريك، ومن بعدها بنعود للمتابعه. خليكم معنا لنشوف شو عم بصير بمدينه صيدا.